يعني تشرفت ان في 2012 كنت رئيس لجنه تعديل القوانين الجزائيه في جمعيه المحامين، وكنا احنا اصحاب مقترح تعديل قانون الجزاء في مساله الحبس الاحتياطي، وكنا احنا اول يعني احنا الدوله الوحيده في العالم اللي كانت 4 ايام و21 يوم. تدري وشنو المزعج بالموضوع؟ المزعج بالموضوع ان انت تمتلك قوانين من 1960 وانت تطالب في تعديلها، وخاصه ان هي يعني تتعلق في الحريات وفيها يعني مباشره يعني في حبس في الحبس، تقعد 40 سنه 50 سنه تحاول تعدلها للاحسن لمزيد من الحريات مثل ما دعا الدستور. خلال سنتين يرجع الحال كما هو عليه، تراجعنا. طبعا تدري ليش؟ لانه ما في محاسبه. صحيح. لما يطلع وزير الداخليه ويقول احنا لازم نمسح كل القوانين اللي فاتت، تدري شنو هذا الكلام؟ نمسح بدون دراسه، بدون لا يقول والله القانون الفلاني لازم يتعدل في الماده الفلانيه، تكلم وخلي الناس تناقشك. احنا ما قاعد نشوف في اي احد يقول له هذا الكلام مو صحيح، هذا مشرع، حتى السابق مشرع. الحين احنا لما نوصل في قبه عبد الله السالم راح نناقش القوانين على انها قوانين من مشرع، مو لان في خصومه. الحين انا بسالك، كم قانون تم تشريعه؟ 115 قانون، منها قانون البصمة الوراثية مثل ما قال أخوي عبد الوهاب. قانون البصمة الوراثية كم كلف ميزانية الدولة؟ إيش كثر استنفذ من مجهود؟ آخر شيء نقطة يوقف القانون، تختلف تتفق وياه، هل في شخص راح يحاسب على الهدر اللي صار؟ هل في شخص يحاسب على التأزيم اللي صار؟ هل في شخص يحاسب على تضيع وقت مؤسسات المجتمع المدني؟ كلنا، وإحنا واحدة من المؤسسات صدينا حق الموضوع، وغيرنا من مؤسسات المجتمع المدني، غيرنا من شخصيات، غيرنا من أفراد ناس ببيوتها. نعم. أشغلها القوانين يعني تعتقد أن أمورنا غير مدروسة، يعني مثل هذا القانون وضع بغير دراسة جيدة ومستفيضة، كان مجرد مثل ما تفضل أخوي عبد الوهاب تفضلت، هو مجرد ردة فعل. صحيح. على حادثة بالضبط معينة. بالضبط. والنتيجة شنو؟ النتائج. أنا اليوم لما أقول أن في عمل لازم أنا أطالب في نتائجه. لما أنا أحط لي مسؤول، لما أحط وزير، مو يفترض أنه عنده فترة زمنية يحقق نتيجة، وإذا ما حقق نتيجة مو المفروض أنه يمشي؟ صحيح. لكن هل في محاسبة؟ هل قاعد نشوف في محاسبة؟ ما قاعد نشوف نتائج. يتغيرون الأشخاص لكن ما قاعد يتغير النهج. ليش؟ لأن النهج اللي قاعد يحصل قاعد يكون بدون دراسة.